بسم الله. طيبة ما شاء الله، كويسة ما شاء الله. أستاذ فرحان، طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ ندوة عن سهولة الوصول لسعادة الدكتور وجدي بن أحمد وزان، وكيل عمادة شؤون الطلاب لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة الملك عبد العزيز، ومعاه الأستاذ فرحان الفيفي مدير مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة الملك عبد العزيز، فليتفضل. شكرا يا دكتور، الله يعطيك العافية. بس عشان ما في مديرة جلسة شوية تنظيمية، نحن كنا أظن 6 متحدثين. مين اللي حيتكلم في الجلسة غير الأخ؟ فين المتحدثين؟ أنت واحد غيره؟ طيب عندنا إلى 3:30. ها
شكلنا ثلاثة، كل واحد ياخذ نص ساعة. اوكي طيب نعمة. اوكي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، احييكم جميعا طبعا، ونشكر مركز الملك سلمان على هذا المؤتمر اللي هو للأشخاص اللي زي يعني فرصة كبيرة انهم يشوفوا امور تعطيهم الامل لمستقبل افضل ان شاء الله. طبعا انا حاطط الوقت كانت على 120 دقيقة يعني، فأنا حمشي بسرعة ونخليها نص ساعة إن شاء الله. طبعا في أشياء حتفوتكم كثير، كانت في أفلام في صور في في في، لكن إن شاء الله نقدر نعوض في النص الساعة هذه ما نستطيع إن شاء الله منها، وأنا حاضر أي وقت لل طبعا خلونا نفضل المقدمة دكتور. طبعا زي ما قلنا هي الورشة هذه عن قصة تحقيق الوصول الشامل في جامعة الملك عبد العزيز جامعة المؤسس، بدأت من 2012 إلى 2017، وأنا حاطط علامات استفهام بعد 17 لأنه هو كان المخطط لعملي في عمادة شؤون الطلاب 5 سنوات فقط، ولكن سبحان الله استمر وطلعت أشياء جديدة فما أعرف متى نهايتها. أخوكم أكاديمي، أنا أدرس في كلية الهندسة يعني ما لي علاقة في ذا العمل، ولكن سبحان الله جات ومشيت الأمور بشكل غريب، ولكن إن شاء الله يمكن النتائج تكون يعني مشجع للإنسان إنه يكمل في العمل هذا. الهدف المشروع كان هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة عامة. زي ما قلنا التعليم هذا يعني حق مشروع. طبعاً في الأمور التنظيمية واللوائح والأوامر السامية والاتفاقات الدولية، لكن أرجع وأقول إنه هذا قبل هذه كلها هذا حق لازم كلنا نؤمن به، في إنه أي إنسان عنده أي صعوبات تعلم أي مشكلة يقدر يدرس زي باقي الناس. طبعا حنتكلم بس كده بصورة سريعة يعني عن الفئات الأشخاص ذوي الإعاقة حسب التعريف الرسمي لهم، هذا من اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة اللي وزع علينا من وزارة التعليم. طبعا شامل كل أنواع الإعاقة. طبعا يمكن نحن عادة الناس اللي شغالين في ذا المجال يعني الأربع الفروع الكبرى اللي هي الإعاقة الحركية، الإعاقة السمعية، البصرية، والعقلية الإدراكية طبعا، وهذه كلها تدخل تحتها يعني. فإلا بعد إن شاء الله دكتور. طبعا هذه المقدمة، خلينا نشوف القصة في جامعة الملك عبد العزيز. طبعا لا واحدة لو. طبعا الوضع هذا في قبل عام 2012 ميلادي في الجامعة ما كان عندنا إلا عدد قليل من الطلاب يقل عن 100 طالب، حوالي 70-80، أغلبهم من ذوي التحدي البصري، وهذول الطلاب تقدم لهم الخدمات عبارة عن نادي كان اسمه نادي الأمل. الجامعة كانت معينة شخص متعاون مع الجامعة ليس موظف رسمي لإدارة هذا النادي. طبعا الخدمات ليس لها مرجعية، وأقصد أنه نادي كانت مجرد بلهجتنا المحلية هناك فزعة يعني، النادي يروح للطالب يجري للقبول والتسجيل يقول والله الطالب عنده الشغلة الفلانية، ولا يجري للدكتور إذا عنده مشكلة، هذا الموظف المتعاون رجل في 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 قمة في العمل وده، لكنه شخص لوحده وما عنده أوثورتي وأصلا ما هو موظف رسمي في الجامعة يعني مجرد متعاون يعني، وكان هذا العمل طبعا إلا بعده. أيضا يعني لما جينا شفنا الوضع كان في مشاكل كثير أكاديمية للطلاب، مشاكل مع المكافآت، شكاوي الأشخاص اللي جاي ما شاء الله عليهم يعني شكاويهم ما توقف يعني كانت توصل للمقام السامي وتجينا يعني، فالجامعة كانت متضجرة من ذا الموضوع طبعا. إلا بعد دكتور إلا بعده خلينا نتكلم عن التقرير. طبعا في هذه السنة يعني 2012 كنت راجع من البعثة لي قريب يعني 3 سنين أو سنتين، وجانا ظرف كده ما كنت أدرس، ظرف صحي وما أجل نزل لي جدول وفضيت فشت، فروحت عمادة قبول والتسجيل فسألت العميد قلت له إيش هذه الخدمات اللي عندك، أنا طالب الجامعة درست إيش هذه قاعدة كده من يوم ما سافرت بتاعتوني لليوم هي قاعدة بدا الشكل. والعميد من عندنا برضو من كلية الهندسة قال لي أنتوا بس كلام أعضاية التدريس بس، فيك حيل تعال اشتغل تعال عدل الخدمات تعال. قلت له طيب، قلت له بس يعني بالها يعني إمكانات وده، قال لي اللي تبغاه إن شاء الله تحت يدك بس أبدأ العمل. بالفعل وإحنا عملنا له هذه الدراسة شاملة، قعدت يمكن شهر زمان درسناها، وطبعا كان معايا زميلي وأخوي الأستاذ فرحان الفيفي
اللي هو مفروض الأستاذ فرحان يقدم لنا شوية من دي المحاضرة، الله يعطيه العافية. فعملنا هذه الدراسة كاملة وأرسلناها للعميد. لما طالع كده قال والله هذا كله مشاكل اللي انت مطلعه في دي الدراسة، والله هذا اللي عندك سعادة العميد يعني. فبدأنا العمل، قال لي هحطك مشرف على المركز ودور كادر معاك وأبدأ. فبدأنا لا بعد دكتور. طبعا وضعنا للمركز هذه الرؤية انه يكون الجامعة لها ريادة في تقديم كافة الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا نحن نستخدم الاحتياجات الخاصة في الجامعة مع نفس الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن يعني لأنه بيجون احتياجات خاصة اللي هم الطالبات مثلا الحوامل وأشياء زي كده، فبنستخدم الاحتياجات الخاصة. طبعا إنه نكون نموذج يحتذى به على المستوى المحلي والإقليمي. ووضعنا رسالة إلى بعد دكتور للمركز إلى بعد الله يعطيك العافية. طبعا وضعنا شعار للمركز هذا في البداية، قلنا إنه يرمز إلى أشخاص المجسمات هذه، أشخاص لهم قدرات مختلفة، كلهم لهم أمل في الحياة. طبعا الأمل يلتقوا في نقطة الأمل، كتبناها هوب، وإن شاء الله يعني تقدر الجامعة تعطيهم الهوب والأمل في هذه الحياة. طبعا الألوان تعطي فكرة عن نوعية الإعاقة، يعني متوسطة قوية أو شيء زي كده. فهذه شعار إلا بعد دكتور. طبعا بعد بدأنا العمل يعني هذا المركز كان هو عبارة عن المعمل نفسه، هو نادي الأمل كله في بعضه في غرفة واحدة. فطلبنا من مدير الجامعة تغييرات في المجال الأكاديمي، في قبول الطلاب، في الأمور التيسيرية التي تقدم لهم ومكانية. إنه قلنا له مو معقول جامعة ضخمة يكون مركزها بهذا الصغر، ومالية أيضا في موضوع إيش نقدر نشتري أجهزة للطلاب. والحقيقة كان تجاوبهم جدا جميل. إلا بعد دكتور. طبعا من الخطط اللي وضعناها، طبعا انه وضعنا خطط قصيره الاجل للمركز. خلال سنه كنا نبي نقضي على المشاكل اللي بتطلع لنا، ومتوسطه وطويله الاجل. دحين اعطيكم فكره عن بعض الخطط هذه بس عشان الوقت. طبعا شوي ارجع يا دكتور. ايوه الاخوان اليابانيين يقولوا عندك اذا كان عندك رؤيه من غير عمل فانت بتحلم، وإذا كان عندك عمل من غير رؤية فإيش عندك أنت؟ كابوس، لأنك بتشتغل من غير تخطيط. إلا بعد يا دكتور. مثال قلنا على الخطط القصيرة، يعني كان عندنا مشكلة في بدل الإعاقة الذي يصرف للطلبة، فهذا من اللي كان بتوصل المشاكل للمقام السامي، وتجينا خطابات لمدير الجامعة ليش الطالب ما أخذ مكافأته المستحقة. طبعا اليوم حياك الله. طبعا كانت عندنا طالعنا في الاجراء، وعد يعني تعرفوا حكايه انا مهندس سيستم يعني في النظم، فقلت ايش الاجراء المتخذ هناك. الاجراء كان يمشي طويل ويروح وزاره الشؤون الاجتماعيه، قرينا الموضوع ليش طيب يروح الشؤون الاجتماعيه، والتاخير كان من الشؤون الاجتماعيه، يعني يقعد عبل ما يصنف الطالب احيانا سنه. فطلعت في هذا، طلعنا في القرارات مشينا عليها، ده طلعت والله ما في شيء يقول انها تروح الشؤون الاجتماعيه. فروحت عندنا المكافآت، تعرفوا الناس الاداريين، يا جماعه هذا ليه ترسلوه للشؤون الاجتماعيه؟ قالوا يا دكتور انت دحين جاينا من الهندسه تود هذه ماشيين عليها سنين، انت ليش جاي تغير لنا الشغله؟ قلت لهم والله اغير لكم الشغله لانه الطالب ما بيجي له مكافآته 6 شهور او سنه بيستكين للملك وانتوا قاعدين. قال والله نحن بنرد انه بتاخر هنا. قلت لهم هل هذا الحل يعني؟ بنشوف حل. فرجعنا للاستاذ فرحان الله يعطيه العافيه، ندرنا القرارات وصرنا محامين انا وياه، قريناها كلها، ما في شيء يقول في النظام انها تروح للشؤون الاجتماعيه المكافاه. ارسلنا طبعا لوكيل الجامعه، اول شيء شويه كان كده، بعدين قلت له اقول لك بيني وبينك الاداره القانونيه في الجامعه وديها وخليها تشوف ايش تقول. طلعت الاداره القانونيه قالت والله هذا صحيح، ما في اي شيء في النظام يقول انكم تودوها الشؤون الاجتماعيه، بس جرت عليه العاده. طبعا صرنا نصنف في الجامعة، عندنا لجنة فنية شغالة بديرة المستشفى الإدارة الطبية. نقص الوقت من سنة لشهرين، مو شهرين معليش أسبوعين، نحن أسبوعين نصنف الطالب وتصرف له مكافأته. فقلنا للمدير، وهذه من الأشياء اللي يعني انبسط منها، قلنا له خلاص نكفيك شر الشكوات للملك بالمكافأة. قال الله يعطيكم العافية. وهذه كانت كل سنة بتجيني 3-4 شكوات وتوصل للمقام السامي ويدقوا عليك في الليل
لو سمحت ود مكتبه يا جماعة الخير أنتوا عارفين المشكلة هذه ما هي من عندنا، هذه من أن بتتأخر في الأمور الدولية. anyway. فانحلت من الأمور المتوسطة. مثلا كان عندنا النشاط الرياضي، كان الطلاب وزنهم زايد لاحظتهم، وأنا منهم يعني لا نلعب رياضة ولا، فعينا لهم دكتور ما شاء الله، دكتور ما شاء الله طيب ويقلب البرزنتيشن، بروفيسور أحمد اللي وراه الله يعطيه العافية. ويعني تطور النشاط الرياضي بشكل مو معقول في الجامعة. طبعا من الأمور الخطط طويلة الأجل اللي قلنا لهم عليها اللي هو سهولة الوصول للمدينة الجامعية وتعديل البيئة سواء عمرانية أو أكاديمية. طبعا الخطط طويلة الأجل شوية مدت، وحنقول لكم قدام ليش. تفضل دكتور. طبعا من الأشياء اللي شفناها اللي سويناها ولاحظنا خلال العمل، كان استضفنا نحن اللجنة متابعة شؤون الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعات دول المجلس. وهذه اللجنة والله حقيقة أنصح كل واحد في هذا المجال إنه يشارك فيها ويدعمها، لأنها شركة دعمتنا نحن ودعمت كل الجامعات. طبعاً في قرار من وزراء التعليم أصحاب المعالي في جامعات دول المجلس إنه يكون في كل جامعة مركز، وترى الجامعة اللي ما عندها مركز بتخالف القرار هذا. فهذا كان دعم لنا كبير، يعني حتى سألنا مدير الجامعة أنتوا شوية دوبكم بدأتوا الخدمات ليش جايبين هذه، قلنا له والله هذه تعطينا إن نشتغل بسرعة، وتعرفوا في طبيعتنا وثقافتنا نحن إنه عندك شيء مهم اشتغلوا ناس كثير معك. طبعا أيضا الاحتفال باليوم العالمي من الأشياء اللي استفدنا منها إنه إلا بعده دكتور طوالي سووا لنا مركز. طيب أعطونا مركز جميل في قلت لهم هذه الغرفة، طبعا خلينا الغرفة ديك كمعمل وانتقلنا للمركز الحالي هذا. وطبعا طلبنا من معالي المدير أيضا تشكيل هذه اللجنة، اللجنة العليا لرعاية الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. لما سببناها لي قلنا له إنه نحن بنقعد مع كل كلية ولا كل عمادة، أحيانا يتجاوب وأحيانا لا، نبقى الموضوع يكون من عندك من فوق معاك الوكلة كلهم، ونجلس معاك مرة في السنة نحط لك جدول الأعمال ونقول لك إيش نبغى. طبعا أول اجتماع كان ما في سنة سابقة، فوضعنا له إيش نبغى لسنة قدام، قلنا له نبغى ونبغى نسوي ونسوي ونسوي ونسوي. طبعا ردة فعله كانت ممتازة جدا، قال لكن ححاسبكم في العام القادم، فالعام القادم ما يكون العرض بس نسوي إيش فعلته وإيش نعمل في السنة اللي جاية. قلنا له طيب طيب خلينا نشوف اللي بعده. من الأشياء اللي طلبنا فيها اللي هي حكاية تغيير البيئة المكانية، أنشأنا هذه وحدة سهولة الوصول وماشي على الجامعة. طبعا من الأشياء اللي ساعدتنا إنه الجامعة في طور البناء، فلحقنا على المباني الجديدة الحديثة كلها كانت موائمة لمخرجات اللي هي الجايدلاينز اللي جاءتنا من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، الحمامات المواقف الأشياء هذه. طبعا المشكلة الآن اللي نحن شغالين فيها وهذه حتطول لقينا المباني القديمة، أي مبنى يباله إعادة تأهيل، وزي ما ذكروا اليوم كان في الصباح إنه أي مبنى يباله إعادة تأهيل يكلف مبلغ مو معقول، بينما وأنا ما اتفقت معهم يقولوا إنه سهولة الوصول تكلف من 1-5%، أنا أقول والله ما تكلف شيء إذا سوت من البداية، مفروض ما تكلف. إذا كان هذا الستاندرد حقنا الكود السعودي للبناء يقول أبنوا دي الأشياء كده، فأنت لما بتسويها ما بتمهي زيادة التكلفة، أنت بتسوي الشيء الواجب عليك. فأنا أقول لسهولة الوصول والله فور فري ما ببلاش لو سويتها من البداية مو من الأخير. طبعا أيضا دوشنا معالي المدير سنتين كده، فقال سووا لجنة أخرى لسهولة الوصول برئاسة وكيل المشاريع بحيث أنكم تقدروا هذا الموضوع ما يوصل له، لأنه جيبوا لي الأشياء الأكبر والأكبر بلاش البيئة العمرانية. وسوينا لجنة التنفيذية اللي بعد. طبعا من الأشياء اللي سويناها في البيئة الجامعة مثلا، خلينا نتكلم هذه بسرعة إن شاء الله ما أخذ وقت عليها، الخدمات الطبية عندنا في العيادة الطبية سوينا لهم للشباب مسار خاص بهم الاحتياجات الخاصة، ساوي يسموهم VIP، أنا ما أظنه VIP أبدا ولا شيء، لكنه يعجل. نحن جامعة كبيرة زحمة الإدارة الطبية، كل طالب سار يجي بيدخل له الشباك هذا الخدمة الاجتماعية هذا عارفينه بتاع حقهم، بيروحوا بيتعالجوا قبل باقي الشباب بياخذوا دواهم. انا من الناس اللي مستفيدين من هذه الخدمه مو بواسطه ولا بشيء مجرد، لكن والله يقصر الوقت، يعني انا اروح العياده اقعد ساعتين ثلاثه، الان صرت اقعد ربع ساعه اخذ دوايا وعلاجي وامشي. طبعا عندنا ايضا في الجامعه مثلا عياده طب الاسنان لذوي الاحتياجات الخاصه، هذه فريده في المنطقه الغربيه وتعالج الاحتياجات الخاصه فقط، يعني يقدروا يعالجوك وانت في كرسيك، الشباب اللي عندهم تعرفوا يعني احيانا التعامل معهم في باقي العيادات ما يقدروا يتعاملوا معهم فيتعاملوا في هذه العياده. اللي بعده دكتور صور كده سريعه بس عن الجامعه. طبعا المنحدرات، هذه المواقف للطلاب، هذه مواقف جنب السنه التحضيريه، الابواب الاوتوماتيكيه غيرنا حوالي اغلب الابواب في
في الميدان الأكاديمي الجديد كلها غيرت لأبواب أوتوماتيكية. إلا بعد يا دكتور. أيضا هذه الصور المصاعد. إلا بعده. أنا حاطط صور كثير. الله يكرمكم. دورات المياه، النقل، عربات الجولف، السيارات المجهزة للإعاقة الحركية، كلها غيرناها. طبعا أيضا هذا حتكلم عنه بالتفصيل شوية، مسار ذوي الإعاقة عندنا البصرية، هذا 3 كيلو في الجامعة، افتتحناه في 2015 ميلادي. طبعا جانا دعم من برنامج الرؤية والتحول الوطني، وحتكلم عنه زيادة في السلايدات القادمة. بعد دكتور. طبعا بالنسبة لل البيئة أيضا قلنا الأكاديمية والإدارية، أنشأنا أول وكالة ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعات المملكة، وطبعا مسبباتها ما أدري تقدروا تشوفوه هناك أو لا، لكن مكتوبة في القرار، وأوضحنا لمعالي المدير، وحقيقة هو شخص جدا متفاهم في هذا الموضوع، وقلنا له أنه محتاجين لأنه نبى زيادة في الإمكانات، يعني بدل مركز يكون وكالة. وطبعا الوكالة هذه في بالنا شيء إن شاء الله بعدها بإذن الله نقول لكم هو قدام. لحظة يا دكتور بس. طبعا عندنا الآن المقر الجديد، أيضا هذا المقر اللي نحن فيه ناقلين لمقر جديد حوالي 1000 متر مربع تقريبا أعطونا الجامعة، وعدناهم أنه يكون يعني أيقونة في حكاية التصميم والوصول الشامل. الطالب عملنا له مفهوم السيستم، الطالب يجي يوقف كرسي، إذا كان على كرسي زي حكايتي ما يحتاج ينقل سيارته كرسي المتحرك من البيت، الكراسي الكهربائية هذه جدا ثقيلة، فيوقف كرسي تحت في المواقف، ينشحن بكرت، يأخذ كرسي وينطلق. الكفيف نفس الشيء، يوقف المسار يبدأ من المواقف ويمشي وينطلق، يطلع المركز وينطلق لدراسته ويرجع. إن شاء الله نفتتحه بعد شهرين أو شيء زي كده، الآن جاهز هو بس بعملية النقل لي. إلا بعد يا دكتور لا تكلم، ما عندنا وقت نفرشكم أفلام ولا شيء، لكن نمشي إن شاء الله لا يعطيكم العافية. إلا بعد البيئة التعليمية يمكن أهم من 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 البيئة المكانية، كيف تغير البيئة التعليمية، كيف تغير طريقة التدريس، التعامل، النظرة، هذه أصعب كثير من المكان. طبعا لاحظنا أنه هناك زي ما قلنا في ضعف في الإمكانات، ولدت هذه كثير من المشاكل. الإرشاد، الطلاب كانوا يعني بيضيعوا ما بيلاقوا. رجعنا للسجلات حقت القبول والتسجيل، لقينا اللي الطلاب بينسحبوا من الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة نسبتهم أكثر من باقي الطلاب، معناها أنه ما بيقدروا يكملوا، هذه يعني مشكلة كبيرة، يعني انسحاب الطلاب. طبعا ليش طبعا الانسحاب؟ وجدنا أنه ما في أحد يتابعهم، وأنه عملية المتابعة متعبة، كل كيس باي كيس، ترى مو كل الناس اللي على كراسي نفس الكيس، أنا أتابعهم ما أبدا، في إنسان على كرسي ولا في إنسان كفيف بيمشي ما تحتاج تكلم، وفي إحسان يبالك كل شهر زمان تراقبه وتشوف كيف ماشي في دراسته. اللي بعد يا دكتور. طبعا من الأشياء اللي عملناها حكاية القبول، طبعا القبول صار الإلكتروني للطلاب، الطالب يضع إنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيجينا طوالي إنه هذا طالب احتياجات خاصة جايك في تخصص معين. هذه في لما يجي ياخذ البطاقة، الطاولة اللي هناك هذه طاولة الاحتياجات الخاصة، انتوا عارفين جامعة زي ما اقول ارجع اقول 130 الف طالب فيها، فعملية القبول ده ماس يمشوا، حيضيع الطالب، فله محله له مساره، ياخذ بطاقته ويمشي. الا بعد لقينا انه الطلاب في السنة التحضيرية اكثر من يحتاجون للدعم، ليش؟ بيئة مختلفة، بيئة كبيرة، تأهيلهم اصلا الطلاب في الكثير منهم للاسف في التعليم العام ولا معانا في هذا المجال بيعاني، يعني أحياناً مثلاً يجيك الطلاب ضعاف السمع مدرسينهم ثلث المنهج وبتقبلهم الجامعة، هذا كيف حيأدي نفس المستوى وظلم لي زي الطالب اللي أخذ كامل المنهج في النسبة للرياضيات خلينا نقول مثلاً، فهذولا يبغى لهم يعني عملية دعم كبير. لبعده دكتور. طبعاً عينا معلش بالنسبة لحكاية الدعم، أنا دكتور متخصص و التربية الخاصة، الدكتور حسين النجار اللي بيصورني ده كان معانا الله يعطيه العافية، وهو متخصص بس في السنة التحضيرية للطلاب، ايش يعمل طالب باي طالب، تلاقي كل يوم تلوف تشوفه عنده طالب بيكلمه على شغلة ولا بيكتب له خطاب ولا. طبعا بالنسبة للمكفوفين مثلا من الأجهزة هذه الأمور المالية، وفرنا لكل طالب جهاز البريل سينسيو 2، وفي دورات يعني يتعلم عليها في بداية كل سنة ودورات أخرى. طبعا التدريس بالنسبة للسنة التحضيرية كل شوية بنجرب، يعني الطلاب المكفوفين نحن نسعى للدمج، حكاية الدمج ما بيلاقوا وقت انهم يعني ما بيلاقوا يعني
احيانا بتكون عليهم صعوبات. فاللغه الانجليزيه المنهج احيانا بيوقف الاستاذ ويقول لهم يلا اقروا القطعه. طبعا من الاشياء اللي نعاني بها ان نقدر نوفر الكتاب ببراي. الطلاب حوالي كل عديتهم سوينا احصائيه عليهم كل 7 طلاب اظن حوالي 5 أو 6 منهم ما يعرفوا برايل, صاروا يجونا من الدمج. هذه مشكله كبيره. طيب فالان ما حنكلمكم عن مشروع برضه قدام, بس نقدر نقوله الان انه المنهج وفرنا لهم هو على الجوال, وانتم عارفين جيلنا ونحن زيهم كلنا الجوال 24 ساعه في يدنا. فحطينا لهم مناهج اللغه الانجليزيه من مستوى الاول للرابع على الجوال بصيغه الديزي فورمات, وشاكرين جدا لبرنامج التحول الوطني اللي دعمنا اننا نقدر نسوي هذا المشروع. الى بعده يا دكتور. طبعا زي ما قلنا الديزي فورمات طبعا وسميناه منهاجي في يدي, والمنهاج هذا متوفر الان ريحنا كثير. صار الطالب الدكتور لما يقول اقرا القطعه عنده جواله حاطط سماعته قرأ القطعه وقدر يجاوب مع الدكتور. نحن جربنا معهد اللغه ضخم وكبير, لما يقول في بعض الطلاب ما شاء الله عليهم يقول لي الدكتور انت تقرا لي القطعه زمان, قال له الدكتور انا ما اقدر اقرا لك القطعه لانه لو قريت لك القطعه ما اقدر اجاوب باقي الطلاب, فبتصير لنا المشاكل. واحيانا الدكتور ولا مدرس اللغه هذا يكون متعاون ويقرا للطلاب. فايضا بنجرب لسه الان انه ممكن حتى في السنه التحضيريه حتكون فصول دمج, واحيانا يبالهم فصول تقويه لوحدهم. فهذه لسه بنشتغل فيها مع برنامج منهاجي في يدي, وبناخذ قياسات وبنشوف ايش نقدر نوصل له. الا بعد ولا كيف الاخر. طبعا المساعده في اختيار التخصص, قلنا انه سوق العمل يعني عارفينه دي الايام كيف, وبدانا نوجه الطلاب لتخصصات تفيدهم في العمل زي القانون زي الهندسه زي الاداره. نجحنا الحمد لله مع جامعه نحن كبيره وعارفين الاجراءات والقبول الالكتروني وكله, اننا نسوي طريقه مع القبول والتسجيل ندرس كل حاله بحاله ونوجهها. فالان بداوا الطلاب يروحوا تخصصات تقدر تخدمهم, واقنعنا الاداره العليا بانه عملنا هذا, هذول الطلاب بنخرجهم في تخصصات زي التاريخ ولا اللغه العربيه مع كل الاحترام طبعا, لكن ما في عمل, بيقعدوا ما يقدروا يشتغلوا. فوافقت الاداره العليا العام الماضي اول عام يعني ودينا طلاب في تخصصات, تعرفوا لانه عندنا نحن القبول محدد بنتائج معينه ودا احيانا ما بيجوا جوا طلابنا, لكن المدير اخيرا وافق لنا على الاستثناءات هذه وقال حمشيها للطلاب انهم لانكم انتم سببتوها بسبب مره مهم انهم يشتغلوا. فقلنا له الله يجزيك بالخير. طبعا عندنا البيئة التعليمية, عندنا مراكز الاختبارات في كلية الآداب والاقتصاد بتختبر الطلاب عشان العملية الاختبار, طبعا ما يخلوا الطالب يجيب الكاتب حقه حفاظا على الأمانة العلمية ودي الأشياء. طبعا الآن أيضا جانا دعم إننا نسوي مركز الاختبارات المركزي في وكالة عمادة شؤون الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة, بحيث نختبر كل الطلاب من ذوي الإعاقة في مركزنا إن شاء الله في نهاية 2018. طبعا عندنا برامج نقدر نفخر بها اللي هي التصاميم والفنون للطالبات الصم بيتخرجوا بكالوريوس, وعندنا ايضا مثلا برنامج في كليه السياحه بدانا نقبل طلاب التوحد وبيدرسوا, تجربه كانت فيها وفيها ولكن ما شاء الله مشيت, قبلنا طالب واحد جربنا على راسه في الكليه, والان عندنا طالبين او 3 دكتور والله ناسي 3 اظن دكتور 5 ما شاء الله تبارك الله. فالان في السنه القادمه كلية السياحة من نجاح التجربة أرسلت خطاب لمعالي المدير قالت له أنا مستعدة أقبل 10% من الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لو تحب يعني. وطبعا المدير الله يعطيه العافية أرسلها للوزير وجاله شكر إنه نعمة. أنتم عارفين أغلب طلابنا التوحد بيدرسوا برا المملكة ما بيدرسوا في جامعاتنا يعني. إلا بعد دكتور. طبعا من الأشياء السريعة كده اللي نمشي عليها اللي هو خريجين يعني نشوف إنه نحن أنجزنا إنه قدرنا نخرج زي يوم المحامي نايف الخربوش, ترى اكتبوا اسمه في الجوجل يطلع لكم القضايا اللي رفعها, ما بقول لكم ايش هي قضايا جبار انا ما توقعت يعني ما شاء الله عليه كفيف. عندنا في الهندسه هذا الطالب عبد العزيز هذا متعدد الاعاقه يعني لما شافوه نحن عندنا الاعتماد الاكاديمي من هيئه الاعتماد الاكاديمي الامريكيه الابد وشافوه ودريوا عن حالته يعني قاعدوا معايا استغربوا, قال والله يا سام الكيسز هذه قليل في امريكا تدوس. يعني الطالب عجيب يعني الطالب لا يتكلم زي الناس ولا يسمع زي الناس وعنده إعاقة حركية, لكنه ما شاء الله قسنا ذكاؤه ولما جاء الجامعة أذكى من باقي الطلاب. وصارت له مشكلة في كلية الهندسة في البداية مو مشكلة, قالوا نبي نسوي له لجنة. اللجنة يعني هذه يمكن يفيد الجميع يعني أنا عميدي طبعا أنا كليتي, قال سوي له لجنة واتصل عليه سكرتير وقال هذا الطالب كيف جاي الهندسة,
فقلت للسكرتير قول لي سعادة العميد مني جاي اللجنة واللجنة هذه تتلغي يا سعادة العميد. قال لي كيف انت تتكلموا كده ترى يزعل منك يا ابو عمر ما يصير العميد. قلت له على العين والراس درسني انا العميد برضو بس ما اقدر هذا الطالب قبل من غير اي يعني مساعدة كيف نسوي لجنة ندوس حالته. قال لي طيب ايش نسوي. قلت له قول له نحن نسوي المركز عنده مخصص له شخص يشوف الامور التيسيرية اللي يقدر يدوس بها. قال لي الله يعين والله حيزعل منك وانا حقول له كده. قال ابو عمر قلت فتره شفته زعلان مني اللي سلم عليه العميد زعلان. الطالب هذا لما مشي ولما جوا الابيت وشافوه راحوا للعميد واعطوه نقطه قوه. طبعا نقطه القوه هذه في كليه الهندسه تحفى على انها تجيب واحده ولا اثنين ولا ثلاثه. عندنا ثلاثه الحقيقه في الاعتماد الاخير منها الاحتياجات الخاصه. طبعا العميد لما اخذ النقطه اتصل علي بيقول لي تعال سلم على راسك من فين جبت لنا الطالب ده وكيف اقنعت الامريكان بدراسته. فهذه من الأشياء اللي نفخر بها. عندنا في الطب طالبة على كرسي متحرك هذه وما شاء الله الآن كلمتني قالت لي مدرسة القيادة يجب أنها تكون مجهزة لنا. عندنا مدرسة قيادة في الجامعة. قلت لها ولا على عيوني وعلى غاصي. فكلمنا المدير في اللجنة العليا كانت قبل أسبوعين حطينا قرار. قلت له معالي المدير كذا كذا عندنا بشائر اللي أنت قبلتها في الطب وتبى تسوق سيارة. قال وليش لا. فكلم مدرسة القيادة قالوا لهم تعاونوا مع الوكالة كيف إنكم الناس اللي عندهم احتياجات خاصة زي الحركية والسمعية كيف يقدروا يتعلموا على القيادة. إلا بعد يا دكتور طبعا لنا نحاول مو بس نوقف عند حكاية التعليم عندنا كيف يشتغلوا الطلاب وهذا هم كبير. أرسلنا للخدمة المدنية قلنا لهم رجاء حطوا 5% هذه إنهم في الوظائف وده يكونوا من الأشخاص ذوي الإعاقة. وجاء رد لمعالي المدير من معالي الوزير بالشكر وقالوا إنه في لجنة شكلت لدراسة هذا الموضوع. ولنا تعاون مع عدة جهات منها وزارة التجارة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شبكة قادرون للأشخاص لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها كثير صافولة تويوتا أشياء زي كده. طبعا خلينا نعدي هذه الله يعطيك العافية. طبعا من الأشياء اللي يعني نقدر نذكرها وإن شاء الله كلكم تقدروا تحصلوا عليها قدمنا في موضوع مبادرة التحول الوطني وجانا دعم في 4 مشاريع. تزويد مسار المكفوفين بتقنية البلوتوث منهاج اللغة الإنجليزية اللي تكلمنا عنه وقلنا نسوي معرض دائم للحياة على عجلات لتوعية المجتمع ومركز الاختبارات. إلا بعد دكتور طبعا أرني الطريق هذا قلنا لكم على المسار ده وضعنا منه 3 كيلو وضعنا في شطر الطالبات الآن قرب 4 والطالبات طلبوا أنه يكونوا جوة المباني فبنوضع منه. الجامعة كلها سار اللون الأصفر ده ففي البداية يسألوا إيش هو الزملاء كانوا إيش هو اللون الأصفر ده فكان جميل للتوعية أيضا. إلا بعده دكتور أضغط بسيط إلا بعده. فطبعا حقق الاستقلالية وقمنا بدراسة قلنا هذا المسار موجود ونعلم الطالب عليه وله طريقة معينة يتعلم عنه الطالب كيف أمشي وكيف أتحرك وده. بعدين يعني فكرنا هذه شغل كلية الهندسة وده قلنا كيف لو نقدر نطور المسار هذا. فطلبنا من برنامج التحول الوطني إنه نقول نركب تقنية البلوتوث على المسار. طبعا جاتنا الشركات من برا وطلعت مبالغ خرافية يعني ما قدرنا يعني وما أنا شفتها ما نقدر حتى ما أقدر يعني أقول للمدير إنها معقول إننا نقبلها. فبالدعم التحول الوطني حطينا المسار سوينا له آب سميناه أرني الطريق. الطالب هو ماشي على المسار جواله يكلمه مثلا في البداية مثلا يكون في المركز عندنا يحط أنا في المركز وبروح المطعم خلاص الجوال يقول له أمشي في المسار 6 متر بعدين يقول له يمين عندك نقطة رقم كده يسار. فطبعا الحمد لله البرنامج خلاص وإن شاء الله التدشين بعد 2 أسبوع وإلا بعد دكتور يعطيك العافية. طبعا حصلنا إن شاء الله قدمنا على براءة اختراع بين المركز وبين تقنية المعلومات عن هذا الموضوع. إلا بعد الله يكرمك. في بالنسبة لل أيوة يضغط الله يعطيك العافية. لا 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 المنهاج اللغة الإنجليزية بتقنية الديزي فورمات حصلنا على إذن من الكامبريدج اللي بيعطونا الكتب إننا نحطه على الجوال ووضعناه الآن موجودة الليفل كلها موجودة. حقيقة عملنا دراسة إنه شفنا ليفل 3 كيف نتائجهم من غير المنهاج هذا من قبل ومن بعد جدا مشجعة. طبعا للساعة المنهاج بينزل لكل الليفلز هذه إن شاء الله بعد يعني حوالي شو اسمه السنة القادمة نقدر نطلع دراسة كاملة عن تأثيرها الفعلي لأنه ندرس النتائج القديمة ونقارنها بالجديدة باستخدام المنهاج هذا. إلا بعد طبعاً بسرعة دكتور الله يعطيك العافية. كمان طبعاً هذا شوفوا مثال كيف
الجدول عند الطالب، فكيف حولنا كل جدول في المنهاج كيف يقرا له هو. يعني الطالب يعني الكفيف ما يقدر يشوف الجدول، ولا وصعب عليه حتى لو محطوط في برايل انه يقرا. فمشيوا الناس اللي طوروا لنا النظام هذا برضو داخل الجامعه، انه كيف كل اعيدت كتابه المنهاج نفسه. الى بعده دكتور. طبعا معرض الحياه على عجلات ادعوكم جميعا افتتح وفتحناه توعوي، يتنقل ناخذ من جد من كل محل، كل ستيشن عن سهوله الوصول، عن التعليم، عن الرياضه، عن الهدف توعيه المجتمع. وضعناه كانت عندنا في جده افتتاح الكورنيش في الحديقه الثقافيه، وراح والان طبعا ناويين نوديه الاسواق. الى بعده دكتور. طبعا هذه الوحيد اللي تاخرنا فيه اللي هو مركز الاختبارات، وحقيقه كان ينقصنا الدعم المالي، لكن وعدنا من برنامج التحول الوطني انه جينا، فوعدناهم انه نخلصوا نهايه 2018 باذن الله تعالى. حيكون تيستينج سنتر ان شاء الله عالمي، في يعني اي حاله نقدر نختبر فيها الطلاب. الى بعده دكتور. طبعا كل الاشياء اللي تكلمناها هذه عنها طبعا لنا تعاون مع خدمه المجتمع، وده انا خلصت وقتي بس. الى بعده. مثلا تكلمنا عن مدرسه تعليم القياده، وانها حتكون مهيئه لذوي الاعاقه الحركيه والسمعيه ما هي البصريه. الى بعده دكتور. في ايضا في الجامعه الان بيت خبره، وتعاوننا مع لنا تعاون بسيط مع جامعه الاميره نوره وجامعه ام القرى. وطبعا كل الاشياء اللي ذكرناها هذه يقدر بيت الخبره يقيمها ويسويها للجامعات والمؤسسات التعليميه. الا بعده يا دكتور. بعده ما في تمرين مش. الا بعده بس. الله يكرمكم. طبعا انا تكلمنا هذا عملنا، كل واحد يفتخر بعمله ويقول سوينا جيد، لكن انا ما اقدر اقول عن عملي جيد، لكن اقدر اقول اشياء سارت، ويعني يمكن تقول ان شاء الله انكم ماشيين في الطريق الصحيح وليس للنهايه. عندنا هيئة الاعتماد الوطني في تقريرها اللي أرسلته للجامعة قالت لها خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة عندك مدهشة إمبرسيف. طبعا جاءنا خطاب شكر كبير من مدير الجامعة. من طبعا نقطة القوة اللي تكلمنا عنها من الأبد، والجامعة الحمد لله الآن وتترأس لجنة رعاية الطلبة في دول المجلس، والأمانة العامة تحتضنها الجامعة. طبعا يمكن كمان من الأشياء اللي نقدر نذكرها في كيف إننا بنأدي عملنا، تزايد عدد الطلاب. قلت لكم بدأنا بحوالي 70-80 طالب، الآن آخر إحصائية وصلتني 1100 طالب عندنا، فعدد عدد مهول من الطلاب، يعني يمكن يشكلوا جامعة. إلا بعد طبعا هل هو عمل كافي؟ كان سمو الأمير اللي معنا في جلسة الوصول الشامل قال بالفعل، قلنا له لا سمو الأمير، وفي قلبي والله أبدا ما وصلنا للساع. جامعاتنا للساع، اللي يشوف الجامعات برا يعني للساع بغالنا عشرات السنين، ولكن ما شاء الله المملكة بتتقدم بسرعة مو معقولة. يعني السنة في 3 أو 4 أنا قال لي إداري كبير وكيل جامعة عندنا، واحدة مرة احتجيت على شيء قال لي يا رجل استحي على وجهك، اللي بتسويه أنت في سنتين يصير عادة في 5 سنين و6 سنين. فأحمد الله يعني ترى بلدنا شوية بالك شوية تستني شوية يعني، فلكن الحمد لله بلدنا بتتقدم في ذا الموضوع، لكن ما هو كفاية. مثلا مثال ليش إيش ينقص جامعاتنا، مثلا تعليم الصم للآن ضعيف، يعني ما عندنا إلا والملك سعود. نباهم يتخصصوا، يعني جامعات هناك زرنا جامعة في أمريكا يدرسوا الصم 42 تخصص، يعني فعدد فرق كبير. التخصصات نفسها للطلاب يعني المكفوفين يعني توجيههم إنهم يدرسوا التخصصات الأدبية، ليش أحسن محاسبين في أمريكا لو تبحثوا مكفوفين يشتغلوا في المحاسبة، يحبوا الفلوس هم ترى الشباب، أنا دائما أقول لهم ما شاء الله عليهم. فكثير محاسبين في أمريكا مكفوفين، ليش ما بدوسوا محاسبة ببلدنا؟ هذا اللي بدأناه في الجامعة. أنا كلمنا من الأشياء اللي كلمت عندنا عميد كلية الاقتصاد، قلت له كذا قال لي لا 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 يا رجال أنت هرجة كثير، وكان عميد شؤون طلاب أيضا، قال ليش إلا محاسب يدوس مكفوف كيف؟ لما أرسلت له كم مقال وده طالع اتصل علي قال والله يا دكتور أنا مستعجل. فكلهم وعدونا الحاسبات عندنا، قلنا لهم لازم تفتحوا دي الأمور البرمجة ودي الأشياء، فإن شاء الله وغيره. إلا بعد يا دكتور. يمكن إيش الفائدة من كل ما ذكر؟ إنه بنقول إنه الحمد لله، يعني أنا أقول إنه الجامعة عندنا تغيرت العقول فيها والنظرة لهذا، يمكن أهم من دي الأشياء كلها اللي سارت القناعات إنه تغيرت، يعني إنه مدير الجامعة لما تقعد معه، يعني كنت بذكر لكم قصة بس على الوقت وسامحوني تجاوزت 5 دقائق، لكن كان المدير أول اجتماع جاني من واحد مسؤول كبير في الجامعة قال لي أنت بتسويها جامعة احتياجات خاصة، فقلت له لا لا يا دكتور لا 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 والله معناها البرزنتيشن دي غلط، سامحني الغلط علي، معناها أنا ما عرفت أعبر.
لكن الآن سبحان الله تقعد مع معالي المدير وتطلب توصل له المحضر بكامله يوقعوا زي ما هو. أوكي سووها كلها يعني. فحتى صار عميد شؤون الطلاب رئيسي يعني لما نكتب المحضر أقول له كذا يقول لك لا تسألني في المحضر أكتب أنت. الدكتور أبو عادل هو حيوقع وحط اللي تبى يعني أنت وهو حيوقع وتمشي. طبعا المحضر هو زي كأنه بيننا العهد اللي بيننا وبينه إيش نحنسوي في سنة دائما. السؤال الجامعين الناس اللي بيخدموا الناس اللي زي في الجامعات وأخرى أنا أتوقع إنكم تقدروا تسووا أحسن مني بكثير وأحسن مننا كثير في جامعة الملك عبد العزيز، بس هي الإرادة والرغبة في التغيير. جزاكم الله خير، سامحوني أنا قلت هذا وتجاوزنا الوقت شوية، الله يعطيكم العافية. نشكر سعادة الدكتور وجدي وزان والأستاذ فرحان دكتور حسين، وبنعتذر من مهندس طلال ومشاري إن إحنا أخذنا وقتكم، بس ما كان الله ده متصل في أجزاء طبعا دكتور وجدي ما ذكرهاش، إن الحاجة الإيجابية بتنتقل إن بقى في فريق من المتطوعين متطوعات لتحويل المناهج للطلاب من التحضير لحد البكالوريوس في كافة التخصصات للطلبة المكفوفين لتحويل المناهج بطريقة الوورد، ممكن برنامج القارئ يقرأ وتكوين فريق مسرح أو فريق مكفوفين من المسرح وإعاقات مختلفة، وطبعا فريق كرة قدم مكفوفين وهزموا منتخب الجامعة المبصرين 4-1 من ضمن الحاجات يعني المميزة في الجامعة يعني. الحمد لله. شكرا. شكرا. أول شيء أنا أعتذر، أنا الدكتور طلال الحربي رئيس الجلسة المفروض أن أكون، بس أنا أعتذر كنا مع سمو الأمير وقالوا لي ما إحنا نبدأ إلا بعد مغادرة سمو الأمير، فأنتم نشيطين شوي. شكرا دكتور وجدي، تجربتك أكيد أنها تجربة متميزة. تحب نفتح مجال الأسئلة ولا تحبوا نكمل المحاورين وبعدين؟ أنا طبعا دكتور ما حجاملك، وأنا يعني شوية تف الأمور هذه، يعني كل دكاترة الجامعات من مدير الجامعة إلى أصغر دكتور درسوا في الخارج، وكلهم تعاملوا مع ذوي إعاقة جنبا إلى جنب. أنا استغرب لما تقول لي والله تفضل علينا أو سوى أو اقتنع، يعني إذا أنت اللي تحمل الدكتوراه درست في أمريكا بريطانيا وتعاملت مع معاقين وشفت كيف يعامل، تيجي هنا وتستغرب مجرد أنك تسوي رامب أو شيء. أنا أقدر يعني المنتاليتي وثقافة الكلتشر طبعا، بس أعتقد أنه الجامعات دائما هي التي تقود المسيرة الوطن، يعني الجامعة دائما هي التي في الاختراعات في الاكتشافات في الأبحاث. فأنتم مشكورين لأنكم بادرتم وعلقتم الجرس، لكن هذا جهد مفروض يعني. أعتقد أنه أنا بس كان لي سؤال، طبعا أنت تكلمت عن، تسمحوا لي أنا بسأل وبعدين أفتح المجال، عساس تكلمت عن أنه طبعا تكلمت عن الأشياء البنية التحتية. طبعا بس للعلم سابقا كان المعاق، النظرية تقول المعاق معاق بسبب المرض، يعني أنت ليش معاق؟ لأنك عندك شلل أطفال. طلعت نظرية جديدة تقول لا، المعاق معاق بسبب البيئة، هيئ لي بيئة وأصير أنا إنسان مثلك. أنتم هيئتم البيئة الفيزيكال، لكن أنت ما تكلمت مثلا، أنا أعرف أنه أنا درست برا، أنه مثلا في الاختبارات والله يعطونك وقت زيادة، يعطونك مساعد شخصي. أنا لما رحت أدرس حتى طاولة الكمبيوتر فصلوها لي تفصيل حتى تدخل الكرسي. احنا تكلمنا عن الاشياء النظريه وانت تكلمت عن القبول والقبول، لكن الاشياء الفعليه في العمليه التعليميه، يعني المعاق احيانا يحتاج وقت اطول، يحتاج مساعد، يحتاج كمبيوتر، يحتاج كمبيوتر محمول مثلا في اذا كان في مرحله الدكتوراه. فايش سوت الجامعه في مجال، انت قلت انه في تيستينج سنتر لكن الى الان لم ينتهي، لكن العمليه التعليميه بشكل عام، يعني انا ما ابغى بس تهيئ لي والله انت مكان أصل للقاعة وبعد كذا أنا حتى تقول لي أنه أحد الدكاترة رفض أنه يقرأ. فعلا أنا أقول الدكتور مو من مسؤوليته أنه يقرأ، هذا أنت جايب طالب، أنت قابل الطالب، الدكتور مو معقول يترك 20 طالب أساس يقرأ لطالب، أنت جيب له هذا، أنت مساعد شخصي توتر إما من فولنتير من الطلاب، كانوا طبعا بعض الطلاب في الجامعة يدفع لهم مبلغ حتى يكون مساعد شخصي. ففي هذا نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للتكلفة، أنا طبعا أنا معك إنه طبعا عندنا 3 أنواع من التهيئة اللي يسمونها بلو برينت، يعني أنا لما أجي أهيئ على الخارطة وعلى المخطط هذا ما يكلف شيء أبدا،
أو أثناء الكونستراكشن أيضا هذه تكلفتها معقولة، لكن حتى المباني القديمة والتي قائمة تكلفتها ليست عالية على فكرة، أنك إنك تتهيئها. إذا تفضل دكتور نسمع إجابات وبعدين تحبوا أحد داخل. الله يعطيك العافية دكتور، كلامك سليم، لكن دائما يعني الشق الأول اللي هو حكاية إننا جامعة وإن شفنا برا. أنا أعطيك مثال يعني، بس إنه اللي قلته الدكتور اللي قال لي هذه ماني بها جامعة احتياجات خاصة، هذا دكتور هير بليز مستر داوني، هذا المتحدث مستر داوني هير بليز ثانك يو، هذا اللي قال لي جامعة احتياجات خاصة، دكتور خريج في جامعة في ناشفيل وعارفها جامعة قوية ومعروفة يعني، استغرب جدا منه الكلمة طبعا، وهو مسؤول في الجامعة يعني. فوالله أنا أقول لك عن تجربة الشخصية، في بداية العمل مع التفاهم كان صعب، وأي طلب تطلب يقول لك ليش، ويعني وتجيك أجوبة محبطة يعني، يقول لك مثلا هذا يروح يدرس برا ليش ندرسه هنا أو شيء. لكن هذا اللي بقوله أنا، بس القصد إنه قلت له إنه الآن حقيقة قضينا على حكاية هذا يعني، ما في أي شيء تقوله للجامعة اللي يقول لك ممكن نقدر نسويك. الشقة الثانية في حكاية التعليم، أنا بس أسرعت لأنه هذه الورشة العمل كانت مفروض ساعتين، نقصناها نص ساعة ولا ثلث ساعة بسبب الجدول نقصوا لي. فبالنسبة للشقة التعليمي الأكوموديشن، هذا كل طالب عندنا من الاحتياجات الخاصة تدرس حالته ويعطى خطاب معه في بداية دخوله للجامعة. الخطاب هذا يشرح للدكتور مثلا، يقول لي هذا الطالب يحتاج وقت مضاعف في الاختبار، وإذا ما تقدر تختبره عندنا يختبره المركز إذا ما تقدر تعطيه وقت. الواجبات في طلاب مثلا زي اللي شرحت لكم عنه، مدري لحقته دكتور طلال ولا عبد العزيز كركشان، هذا في الهندسه، هذا ما في ناحيه الكتابه ياخذ منه وقت مهول وصعب عليه هذا، لكن حط له الاختبار ملتيبل شويز يحله كله ويجيب ايه. فنكلم الدكاتره نقول لهم بالله يحاولوا انه كل الاختبار ملتيبل شويز يا سيادتك. في نقطة تبغى أنا أجاوب عليه غير النقطتين هذه اللي هي لا بالنسبة للتكلفة، إحنا التفكير التكلفة ما تكلف لا أبدا، بس لازم تكون في من الأساس يعني. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد الشربيني، أستاذ مشارك في جامعة سلطان قابوس صيدلة عمان. يعني أشكر دكتور وجدي، أشكر طبعا التيم اللي معاك ما شاء الله عليكم، واحنا طبعا يعني تجربه واو يعني نتعلم منها ان شاء الله. بس كان عندي بعض الاسئله. طبعا بدايه اتفق مع حضرتك جدا ان في ريزيستنس موجوده، والدلاله على كده ان احنا في معظم الجامعات بنلاقي الطالب المعاق يميل للتسجيل نحو دكتور معين ويرفض التسجيل لاخر، وبالتالي اللي بيرفض فيه ده يعني اكيد بيقاوم التعليم المعاقين او ما الى ذلك. عندي سؤالين باختصار. السؤال الاول، المشكلات السبيشالي في السنه التحضيريه، هل واجهتكم مشكلات؟ وخصوصا ان احنا بنعاني من نفس المشكله في الجامعه عندنا، لدرجه ان البعض بدا يفكر في الغاء بعض المقررات لذوي الاحتياجات الخاصه. فده رقم واحد. الحاجه الثانيه، ما شاء الله من العرض انا لاحظت ان انتوا اخترتوا او عندكم اكثر من نوع من انواع الاعاقات زي المتوحدين وزي وغيرهم يعني، فكيف يمكن التعامل مع اكثر من اعاقه في in the same class، في نفس ولا بيبقى في فصل مثلا للمتوحدين، يبقى في فصل للفيجوالي وهكذا، ولا بيبقى ايه يعني؟ طبعا لان احنا يمكن احنا عندنا برضو قبول المعاقين هم يعني ليميتد او مش كل الاعاقات بنقبلها، وبالتالي طبعا لما لقيت اكثر من نوع من انواع الاعاقه طبعا دي حاجه ممتازه جدا، واحنا يعني تجربتكم في النقطه دي شكرا جزيلا. الله يعطيك العافيه دكتور، شكرا لك. بالنسبه للسؤال الاول، السنه التحضيريه هي أكثر شيء نشتغل عليه. الطالب بيجي زي ما قلنا وبيواجه صعوبات مو معقولة يعني، سواء الطالب الكفيف أو اللي عنده ضعف سمع. مثلا من الأشياء اللي دحين بنسويها بنعملها، الطالب لما يدرس الحاسب التخصصات الأدبية بيدرسوا الحاسب، بيلاقي صعوبة جدا في فهم المادة مع الدكتور. فالآن اللي وصلنا له الآن إنه احتمال كبير لازم نحط لهم فصل لوحده، مع إنه سياستنا ومنهجنا دائما الدمج ونحن نرفض الفصل، لكن احيانا معينه في ظروف تجبرك يعني، لانه نحن السنه التحضيريه فيها حوالي 7000 طالب، واذا بندرب كل دكتور يدرس الطالب طالبين فهذه صعبه جدا. احتمال الان اللي فكرنا فيه انه يكون دمج وشامل يعني، في فصول اوقات ياخذوها مع الطلاب واوقات ياخذوها لوحدهم. هذه الاشياء بالنسبه لقبول التوحد وهذه الاشياء بنبدا فيها واحده واحده يعني، كل سنة بنبدأ شيء جديد ونفتح مجال جديد، وهذا بيساعدنا وفقا للإمكانات إن شاء الله يعني.
وإذا بعدها أي سؤال أنا حاضر. محمد حج العلمزي محامي سعودي وعضو الرابطة العربية للثقافة والفكر والأدب في دبي ومعد برامج ثقافية ودينية في تلفزيون دولة الكويت. حقيقة أنا كنت محامي 17 سنة في الرياض وذهبت للكويت اشتغلت 3 سنوات كمعد برامج ثقافية ودينية في تلفزيون الكويت وصار لي حادث في الكويت أن واحد دعم رجلي ثم هرب عند في الرجل اليسرى فصار عندي طبعا هناك كسور. الآن بجد الترخيص طبعا في إشكالية على الترخيص. الآن أبحث عن عمل يعني وك يعني الآن يعني هذه الرجل يعني بحب أتابع يعني الإعاقة حقتي يعني وكذلك المشاوير ويعني البحث عن يعني هي الأمور المالية. هل مثل هذه المراكز التي يعني عن المسؤول عن الإعاقة كمركز الملك سلمان أو غيرها يعني ممكن يعني في الأمور المالية يعني يساعدون هذا الشيء؟ أتوقع إن شاء الله يعني مركز الملك سلمان وإن شاء الله يساعدوك ليش لا، ويعني تقدر تتواصل مع الدكتور طلال بعد اللقاء وتشوف إن شاء الله. الله يعطيكم العافية. أكيد مبادرات كلها مطروحة يعني، لكن الآن إحنا في ورشة عمل يعني كموضوع شخصي ممكن تشوف المركز فيه. معنا متحدث مستر كريستوفا داوني. I'm sorry the translation is not ready yet. I mean he's an architect and he's a pioneer in his field. I mean and he tried to influence the communities to understand what's the real need for architecture to be make the life more easy and facilitate the environment for disabled. I think he will speak in English. Yes. And I hope the organizers can find us a way to translate the speech or we can help maybe give a brief after his okay go ahead please. Sir, do I go to the podium? Yes. Okay. Want me to can you take some the mic is you want to use the stand there or you can speak free from the your Wherever. I just need to connect for the projector. Okay. ناخذ سؤال يعني لين إذا أحد يبغى يسأل الدكتور لين يجهز المستر كريستوف. تفضلي. الصوت الله لا يهينك. طفلة عندها متلازمة داون. وأتمنى إن شاء الله أن يعني توصل الوصول الشامل اللي أنا يعني أتصوره لها إن شاء الله بإذن الله. أوكي. عمرها الحين 16 سنة وأنتوا تتكلمون عن المرحلة الجامعية. بنتي لحد الحين وأنا الحمد لله مدخلتها مراكز من أفخم المراكز عندنا بالشرقية. بس لحد الحين ما تعرف تمسك القلم بطريقة صحيحة. كيف ممكن أنها توصل المرحلة المتوسطة؟ طبعاً راح أدخلها دمج خلاص راح أطلعها من المراكز هذه. بالنسبة للمدارس الدمج ما في مدارس دمج عندنا يعني بالشرقية كامل يعني تستقبل وفيها الإمكانيات اللي تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة الذهنية بصراحة يعني. وما راح نسميهم ذوي احتياجات هم ذوي إعاقة يعني خلاص راح نشيل المسمى هذا وخلاص نسميهم باسمهم المتعارف عليه اللي هم ذوي الإعاقة. عندها إعاقة عقلية المفروض تكون تكرمون يعني دورات المياه تكون قريبة منهم هذا أهم شيء. المفروض تكون ممرات مسهلة يعني لهم بمدرسة عادية ولا فيها يعني لا ممرات مضبوطة يعني بصراحة يعني حتى الطفلة العادية التكييف والله لما أشوف التكييف في بعض الفصول إني قسم بالله أقول يعني البنت اللي ما عندها إعاقة كيف راح تتحمل الفصل بالطريقة هذه. فأنا والله العظيم أنا أشتكي من الإمكانيات اللي في داخل المدارس
الابتدائي سواء المفروض يكون من قبل، المفروض يكون مراحل في الروضة حضانة، يعني المفروض يكون لهم تهيئة قبل، بالإضافة إلى الابتدائي المتوسط والثانوي لحد ما يصل المرحلة الجامعية. أنا أتفائل بالكلام اللي قال أستاذ وجدي وجزاه الله كل خير وما قصر، وجهودهم صراحة فيها في اللي سواها في الجامعة جامعة الملك عبد العزيز ما قصروا فيها، بس كيف نوصل؟ نوصل. أنا جاية هنا عشان الوصول الشامل اللي أبغاه لبنتي والغير بنتي، شكراً، واللي من نفس شكراً، من نفس فئتها. شكراً. طبعاً حنا في بلد مثل ما قال حنا نتطور. جمعية الأطفال المعاقين أنا عضو مجلس إدارة فيها، تأخذ الطفل من البداية إلين 12-13. عندكم في المنطقة الشرقية فرع للجمعية متميز جداً. مشكلة المدارس وهذه هذه مي مشكلة مدارس المعاقين، مدارس مشكلة عامة هذه. حنا طال عمرك يعني عندنا الآن قيادة ما عندها حل وسط. الأمير محمد الآن ما عنده حل وسط، يا أبيض يا أسود. الآن الكل الآن حنا شوفي وين كنا العام ولا وين كنا قبل شهرين. يعني الحركة اللي قاعدة تصير في البلد، أنا إعلامي وكاتب زين، كنا قبل حنا ندور على الخبر، الآن تجينا الأخبار وحنا لاحقين عليها. البلد في حراك، ادعي لهم بالتوفيق، الله يوفقهم، ادعي لهم بالصواب، لكن ما هو بعذر، انا داري ما هو بعذر، لكن هي مشكله، مي مشكله بنتك والمدرسه. ايه عندنا مدارس كثير مستاجره، ايه اقصد مدارس كثير مستاجره للطلاب وكذا. يعني الحمد لله الامور ان شاء الله مقبله على خير، متفائلين. لكن عندك عضو فرع الجمعيه في المنطقه الشرقيه، اعتقد انهم ياخذون الاطفال من سن وعندهم جميع عندهم تعليم اكاديمي، طبعاً عندهم كتب طبعاً في المنطقة الشرقية طبعاً ما شفت أنا. طب لا ما أكتب جمعية الأطفال المعاقين جمعية ومركز كبير. أنا دحين أبغى أدخلها مدارس دمج، مدرسة الدمج، فلما أشوف مدارس الدمج صراحة تحطم لما ألف عليها. كم هي مدرستين؟ ابتدائي واحدة متوسط. للحديث بقية، للحديث بقية مع نضيف الآن إن شاء الله بإذن الله. يعني ولا هي، أنا ما أتكلم عن بنتي بصراحة، أنا فاهم أتكلم عن هي جميلة. مشكلة هي. مشكلة عامة بالمدارس كلها اللي فيها شيء كثير مستأجر، والجماعة جاهدين ومجتهدين والحمد لله إن شاء الله. حنا ما نوجد عذر، لكن مدام بدت العجلة تتحرك ابشر بالخير إن شاء الله، على بال ما يصير عمرها 23 تكون في المتوسط. الله يوفقها ان شاء الله، الله يرزقها ان شاء الله. هي ولا غيرها؟ هي هذه نعمه من ربنا، الله اعطاك نعمه الحمد لله، وكلنا الحمد لله ندعي لها. وان شاء الله انه انا مستعد اتواصل معك بالنسبه للجمعيه، وخليهم يتواصلون معك الاخوان هناك اذا حالتها تسمح ياخذونها. ما شاء الله عليها، ما يحتاج بنتي، يعني حتى معروفه في التويتر في كل شيء ما شاء الله تبارك الله، يعني نشيطه وكل شيء ما شاء الله انشطتها. بس انها ايش اتكلم عن مشكله، مش مشكلتها هي، مشكلتها مشكله عامه، مشكله عامه. هذا كلنا معك، كلنا معك في الموضوع هذا. مستر كروستوفا ذا مايك از يورز ناو. اوكي شباب، في ترجمه ولا ما في يا منظمين؟ في اي رقم اللي يحب تشوف الاخوان اللي يحب الترجمه، اللي ما عنده جهاز يطلب من الاخوان المنظمين. اللي يبغى جهاز ترجمة يرفع يده، الأستاذ المنظمين. الصوت الشباب هنا. أوكي. Hello, that's terrific. So hello everyone, and I'm sorry for the complications. Happy to be here. I'm very excited to be here. It's an incredible honor to be here from San Francisco, California, to speak to you today. Although the last discussion didn't seem to be about transportation, is that the session here? Yes. Okay, good enough. Because I didn't realize it was a talk about transportation. No, we didn't really focus on transportation. Yes. We expanded to talking about accessibility okay. in general. So I got back from generating a talk on transportation and accessibility. So I'm in business now. So, just a few words. I am an architect in California, and I had a pretty typical, normal practice until almost 10 years ago this date. I had surgery to remove a brain tumor, and as a consequence of surgery, lost all sight. It's 100%, I see nothing at all.
and have since then rebuilt my career in architecture to be able to work, to design, to contribute. And most of the work I do is in projects for the blind and visually impaired, but also for all disabilities. And then I also get involved in things outside of projects for the blind and visually impaired, and that includes museums and transportation. Museums, because it's very hard to access the content of a museum if you can't see. How do you access the content? So that's something I get very involved with. Mm-hmm. Another thing is in transportation. Transportation projects are not about the blind and visually impaired, but when it comes to public transportation, if you're blind, they really don't like it if you drive. So we take public transit. An awful lot, especially in the San Francisco area. I'm always on public transit, whether it's the bus, subways, or whatever else. And these days, thanks to technology, Uber, Lyft, all sorts of rideshare companies. So I can get around incredibly independently throughout the San Francisco Bay Area, and quite frankly, around the United States, because I can take subways out to the airport or to the train station and go virtually anywhere in the United States and get out. And could have gotten here on my own if I were a little bit more confident and ambitious. But thankfully, my son was able to come with me on this trip. And thankfully for him, we have this presentation I'm going to give you now. He helped me pull this together very quickly. So with this, I want to ask you to close your eyes and listen. I hope you'll be able to hear this. Mic 4. Starting from the Muni bus stop to Van Ness. And oh, this is heavy. Okay. Oh, sorry. I thought that was the wrong presentation. It is. Okay. Bruno, can you help me get through? Sorry about that. And I do multi-select list box. Default.jsp check 2/1/2844/6pm. You're in consulting, you need to go to projects. Consulting projects. Speeches. Sorry, we're almost there. This PC. Yeah. Enter. Shelf overview. Item 00-55z-workshop-transportation-access.ppta. There we go. Ready. 00-55z-workshop-transportation-access.ppta. F5. Set up now? Yes. All right. Slide 1. 00-55z-workshop-transportation-access.ppta-powerpoint. Slide 1. Slide 1. To select an op. Slide 2. Take a walk in someone else's shoes. So with this, we're going to take a walk in my shoes. And so again, I would like to ask you to close your eyes and listen to this this sound clip. Slide 4. As I get off a subway in San Francisco. I think it's right. Okay, it's either not enough volume or it's not running. Slide 5, platform edge. Okay, so sorry about that sound, it didn't work. So that was a sound clip of riding a subway in San Francisco. And what was important about that was some of the audible cues, things that you could hear. So there was an announcement announcing the station that the train was approaching, so I would know which one to get off. That information is also available visually in signs and the sounds. So the signs both on the train and in the station. And you could hear it announced inside the train and inside the station. But another thing that's really important for the blind, obviously, is that platform edge.
And there's some warning strips, hazardous warning strips, to keep people from walking accidentally off the edge, which has turned out to be something that's very critical and helpful for everyone, not just the blind. It sort of defines a safe area to stay back from platform edge where the trains could come and move through. So as I said, I have no sight at all, but at least in this terms of the statistics in the United States, in most places in the world, having no sight at all constitutes only about 6 to 8% of the legally blind or visually impaired people. So most people are see a little bit, or in the case of a kid peeking between his fingers, they're peekers, see a little bit. And so we'll take a little look at what that might be. So this first is a simulation of sight as seen with through cataracts. Next one is diabetic retinopathy, which in the United States is becoming the largest cause of blindness, is blindness through diabetes. It's glaucoma. And macular degeneration. Now, the next one, the next form of blindness is something that's kind of, it's a new phenomena. And it's what I refer to as textus distractinitis. And that's, if anybody can imagine, this is the slide of, So being distracted by your cell phone, not looking where you're going, and texting as you walk. Walking into traffic. We've had people in San Francisco walk off the platform edge texting while working on their phone. Some of the things that we do for visual accessibility actually help for this condition as well. So, I'm sorry? So this is some work by a research group I'm part of, and this is really working on ways to simulate what can be seen in the environment around us with different types of visual impairment. And in this case, it's showing a bench in a plaza that can be seen sometimes depending on the type of light and then not seen in others depending on your visual and level of visual acuity. So this is really something to keep in mind in transportation projects and things in any type of environment. This environment is of an interior stair with lighting, stairwell, and lighting, sunlight coming in. And so this is the time-lapse photography of that space. But then this is that same space as it would be seen with visual impairment. So the same environment, but not seen with pure vision, complete vision. So the importance of that is to understand that environment to be able to better design it, whether it's a transportation facility or any kind of environment. So that's what I refer to as visual accessible design or visual accessibility. And a key thing, and I'll just go through that really quickly, is design with high visual contrast. And these are some samples of strategies for designing for high visual contrast, color strategies to make the environment more visible and accessible to those with low vision conditions. And this can be found in it's a research pamphlet, was published by Lighthouse International in New York, and it's a research study on visually accessible, effective color contrast. Here's a transportation project I wanted to talk a little bit about. And this is a multimodal transportation center in San Francisco that's a gigantic project that's been under construction now for about 8 years. And it's to open in this August. And it's bus service and commuter train facility and California high-speed rail. It has municipal buses for the city of San Francisco on the ground street level, and then at the third level, buses that come in from other parts of the Bay Area, come across the Bay Bridge, and then come into the center on the third level into the building. On top of the building is a four block long city park that runs the entire length of the project.
So these are some images of that project, and then specifically to some areas that I've been involved with. This is the bus deck. So on the third floor of the bus, there's a big question about how in a bus deck of this size, it's four blocks long. Good luck if you're sighted. Really good luck to you if you're blind to go find your bus. So there's a number of things I developed for this to help in that situation. The first was how to walk the whole length of this platform. It's just what we call a center-loaded platform. You come up in the center of the platform, and you could go to either edge the whole length to go find your bus. So one issue is how do you walk that length on either side, given all the columns, all the structure, different things happening, how do you understand how to go straight down that platform? The bus edge, they undulate in and out, so buses come in and they come back out, so you don't have a straight line there. There was no straight line to work with. So I, working with this plan, actually have tactile drawings of this bus deck that are, in feet, that's about 20 feet long, a tactile drawing. I just roll it up and read it through touch, the whole length of the platform to understand it, to come up with these solutions. I'm sorry, Renzo, does this show the tactile lines? No. Okay. So these were the tactile lines we came up with. And these were grooves, a series of concentric grooves and a different texture of concrete, so that with the cane, you could follow that up and down the entire length of the platform on either side of the bus platform. But we were also working with, that just got us up and down the length. But then the question was, if you needed to get from that access point into the top of escalators or stairs or elevators to go down to the street level or to go up to the park, how do you find those? That can be really challenging. So we have textured concrete that goes across the width of the transform in these what I call tactile paths, so that as you're using your cane and going down the length of the platform, you then find this going from a smooth texture to a rough texture, you know that's where you can turn out to find the stairs, escalators, or elevator to change levels. Along the length of these tactile lines that run the whole length, there are bus pylons that would identify where each different bus would stop. So this line, the tactile lines, come very close to each one of those bus platforms. And one thing that we hope to do now that we're about to open is to develop a technology that would actually call out as you approach them, the pylon would speak out either in space and or on your phone to let you know which pylon you're approaching. What's that? So this will be a little bit more about technology, especially in navigation. And whether it's in a bus center like that project I just showed, or in this case, working on projects for airports, to be able to navigate the environment. I travel on my own, fly around the United States. If you're blind, flying alone, the hardest part is getting around the airport itself. And that can be the same in any transportation facility. And in this case, actually, technology, there's a lot that technology can have to offer. In this particular case, it's working with a smartphone using iBeacon technology, also Wi-Fi systems, to develop navigation systems that can help you identify gates, which gate you're going to, or various services, bathrooms, food, where the baggage claim is, or in the case of a transit facility like the Transbay Transit Center, to find your exit or whatever. The technology can work indoors to help you locate those destinations, those services, to read signs or whatever. And then sometimes we get a little carried away about how far we take the technology. Some of it's to really good effect. Some of it is questionable. There's a new technology that I'm working with. I couldn't use it here in Saudi Arabia. It's a new service in the United States called Ira Glass. And it's using something like Google Glass, if you've heard of that. It's a smart glass. And in this case, there's a lens on the side of the glass
where I'm walking through any environment and there's a remote assistance looking through that lens, helping me reading signs. It could be if I'm walking through an airport, they're reading out the gates that I pass, might help me find restaurants and things. And it's live. It's a human sitting at a terminal remotely. They can see maps of where you're walking. They can see what you would be seeing. They can take photographs. There are all sorts of services they can do, read menus, and all sorts of things, helping you as they look through your smart glasses at the environment. And it's working towards artificial intelligence. So a lot of that can be done through artificial intelligence instead of a human assistant. Okay, and with that, I think I'm done. So that's good timing there. I'm pretty much done here. And it's all this work is really about trying to, especially in transportation, of my focus being on the blind and visually impaired, but also getting involved with people with all types of disabilities or no disabilities at all, to find, to design environments that actually work better for people with disabilities, whatever disability they have, and work for better for everyone. It's not just about solving problems for discrete people. It's discrete groups of people. It's about finding environments that work for everyone, that are inclusive of everyone. Really, in the goal of why I'm excited to work in some of these transportation projects, it's about getting out, getting to work, getting to school, being a fully engaged member of society, especially in an environment where a city, a culture where there's transportation, public transportation that can really help provide that platform that works for everyone. So, thank you. Thank you. Can we get some questions for you? Okay. Are there any questions? Yeah, if you can sit back here. Okay, so back here. Great talk and this innovations. Maybe my first question before that, مفتاح هونداي يا شباب اللي مضيع مفتاح هونداي. There is someone lost his car key. He just announced if someone lost. Now you are in San Francisco. You are accessible. You can be independent totally. And then you go to somewhere else. You stuck. You will be shocked. Is there is any things to be in you, not in the environment? I mean, how you can take this accessibility with you wherever you go? Is there is any technology, any innovations, any ideas? Because if you are used to how to go around in San Francisco, and then suddenly you go to maybe our country here, yeah, and then you face some obstacles. Yes. So how you deal with it? So there are so many different ways of dealing with the environment and different unique patterns and designs, traditions, that if I travel throughout the United States, there can be tremendous difference between San Francisco and Oklahoma City, okay, or some other place. Mm-hmm. There are some technologies like this new smart glass that I spoke about, the Aira glass, that has tremendous opportunity to give you real-time human assistance through your glasses to help you anticipate issues in the environment around you, with the benefit of maps, where they have digital maps and see where you are on the map, can see where you are in the environment looking through the glasses, and have a lot of tools at their disposal to work with you. As that kind of platform spreads and goes international, that has an awful lot of possibility. But they're even in taking advantage of map systems on phones today.
I can use Google Maps. I can use Apple Maps. It, virtually any maps. There's an organization in Finland, a company called Blind Square, and they provide a an interface, a blind blind-friendly interface on, that goes on top of Google Maps or Apple Maps or any other, you know, various different map platforms that give you a better information that's more appropriate for the blind traveler. So that can work virtually anywhere, but not inside. Okay. But it works out on the street. Okay. Any other question? Yes, please. Excuse me, doctor, I can't speak English too much. Excuse me, I want to speak Arabic. Excuse me. بالنسبة لاستعمال النظارة يعني هل هناك من يساعدك أم النظارة هي التي تتولى القيادة وتتولى شرح ما حولك من مولات ومن شوارع ومن أماكن وأحياء بالمدينة والخرائط؟ يعني هل عندما تسافر from San Francisco to Washington, how many different عندما تسافر إلى 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 واشنطن أو من سان فرانسيسكو إلى واشنطن أو إلى 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 تكساس, هل هناك الخرائط يعني أو النظارة تقوم بهذا الواجب؟ شكرا. You get the question? Yes, I think I got parts of the question. Could you summarize and make sure? When you use this, like Google Maps and the Google Glasses, how it help you? Does someone help you? And is this when it is read the signs and tell you about the gates? And if there is this Google Maps, is it everywhere available with this glasses? Well, thank you for your question, and thank you for trying to speak English. Your English is much better than my Arabic, so don't worry. The interface for Google Maps, I usually just use Google Maps on my own on the phone. I can use an iPhone. That's a wonderful thing about the power of a smartphone, is this phone, if you have an iPhone, mine is just like yours, and it comes with the same services. I just go in to settings and change it to the settings that I need for accessibility within the operating system of the phone itself. It's made that way. So Apple was the first phone to do that, and that gives a lot of power because it's the same device that everybody else uses. So it's the power of the marketplace instead of a unique platform for anybody else. But in terms of the question of, it depends. Google Maps, that'll help get me around outside in the street environment. It does not work inside a building yet. They are both Google and Apple. They're working to develop the ability to take that into built environments, multi-level environments, multi-story environments. In fact, I'm working on a project now with the American FAA, Federal Aviation Administration, to develop a system that would provide the same interface in every airport in the United States so that you could go from one point to another using the same kind of GPS system, but an interior environment system. And ultimately, the goal is to take that into a system knitted with GPS so you could go from an outdoor environment to an indoor environment, maybe an airport in San Francisco, and hopefully one day come to Riyadh and have your on the same platform welcome you as you move through the airport here in Riyadh and move to your hotel here at the Intercontinental Hotel. So all that could be on the seamless platform. We're not there yet, but I think in a few years we'll be there. You will see this soon in Saudi Arabia, inshallah. We're working hard. I want to ask, yes, please. تفضل. أخوكم أحمد المشرف, أخصائي تربية خاصة وباحث في التربية الخاصة, رئيس وحدة الدراسات والاستشارات مركز الأمير فيصل بن خالد لخدمات التربية الخاصة في منطقة عسير.
تشرفنا والله بالجلوس معكم في هذه الورشة. سؤالي للأخ الكريم، هل سبق وأن استخدمتم استراتيجية الريبورت، فكرة الريبورت واستراتيجية الريبورت في الإعاقة البصرية أو في الدليل لهم في الأماكن العامة أو في المطارات، سواء كان بأي شكل من الأشكال، أي شكل من أشكال ريبورت؟ وفي عندي سؤال آخر للدكتور وجدي بس بعد إن شاء الله. Did you use the robot strategy in your disability anywhere? The robot. In the airport. Robots. Report. Robots. The robots. The robots. Airports. No, the robots. The robots. The what they call it? The intelligence man. The intelligence helper. Robots. No, yeah. Some of the, I haven't worked with that myself. I think the smart glasses are basically doing the same thing when they get towards artificial intelligence. It's basically the same artificial intelligence that drives cars, that interprets the environment for cars. They're developing systems to do the same things for pedestrians. So that as you're, in this case, once it gets to artificial intelligence, it won't be a person looking through the glasses. It will be the computer, the digital robot, looking around you and interpreting the environment and giving you the information you need. So maybe I'm participating in the front end of that, the early days of that kind of technology. But I've not worked with robots. I've had fun times discussing those possibilities. We were discussing it as a possibility for the Expo 2020 in Dubai, imagining if we could have robots guiding people with all types of different disabilities, giving the information they need, or others, just the idea of robots assisting in that environment. So it's a matter of time. Thank you. دكتور وجدي، there's another question for another speaker. دكتور وجدي، عندي طالب أنا كنت أتابعه من رابع ابتدائي، إسبيرجر توحد، والحمد لله الآن وصل مرحلة دخل الجامعة كلية الحاسب برمجة في جامعة الملك خالد. هل وصلتم في هذه، يعني عندكم جامعة الملك عبد العزيز، لأن استقبلتم مثل هذه الفئة حتى نتبادل الخبرات في هذا المجال؟ نعم، زي ما قلت لك، هو طبعا يعتمد على السبيكتروم انت فين درجة التوحد، يعني لما تكون خفيفة. عندنا واحد، نحن في دكتور حسين فايت كلية في الحاسبات في واحد اللي قلت لي خفيفة أظن في الحاسبات أو شيء، واحدة ما صار التوحد اقتصاد، كلية الاقتصاد. فهو إذا كان التوحد خفيف يعني يقدر يدرس في أي محل تاني، يعني بس يعتمد على القياسات والدعم والسبورت اللي تعطي له هو انت. طيب، ونقدر نتعاون الله يعطيك العافيه مع بعض في الموضوع. طالب هذا سبيرجر، فئه من فئات التوحد اللي يعتبر عالي الذكاء، اي نعم، فدخل كليه الحاسب ما شاء الله، لكن تفتقد يعني مثلا زي الجامعه، يعني اتوقع ان هذا، او اعتقادي ان هذا الاختصاص من اختصاص. طبعا احنا في مركز خدمات التربيه الخاصه ندعم هذا الطالب ونهيئ البيئه الجامعيه له، لكن المفروض ان الجامعات يكون فيها، او هو قسم او مركز الوصول، سهولة الوصول يدعم هذه الفئة أيضا من ضمن الفئات. شكرا لكم. يا تفضل. Chris, I have a question for you. If you go to Tokyo, you will see this tactile paving across Tokyo. And I was a student in the US. You don't use it in this way. Why? Why they use it the way in Tokyo, and why they you don't use it? The question is about what's called tactile guide strips that are very common in Tokyo and other places in Asia and parts of Europe and various places. And I know in World Expos they've been using them. And generally we do not use them in the United States. And largely there's a different cultural tradition. In the United States, the importance is placed on developing your skills of independent travel,
of the ability to rely on a cane or a dog to understand the world, the environment around you, to be able to navigate, to think, to anticipate where you're going. The guide strips can help simplify things tremendously, but they don't answer all the questions of where are you at that time. And often you find a lot of the information that you need is actually at the edges of the sidewalk or wherever. So it's a couple of things where you don't get all the information you need. And also, it doesn't necessarily, in Tokyo, it's the tradition, a cultural tradition, of taking care of the people by giving them that level of assistance. In the United States, the importance is placed on getting the skills that you need, the rehabilitation training, to be able to navigate those environments on your own. And quite frankly, to not to be dependent. The question is, if you get to the end of the guide strip and you haven't found your destination yet, what do you do? Yes. So by developing the skills to be independent of the need for those guide strips, that can be really helpful. There are times where they can be really helpful, and we're using them in the subway system in San Francisco, in some places, where they can be really helpful to solve really complicated environments, but no more than that. So, thank you, Christopher. I think we came to the end of this session. شكرا دكتور وجدي, شكرا كريستوفر, شكرا للجميع على الحضور والإثراء الجلسة بالنقاش. Mr. Christopher is available after the session for any question. Dr. Wajdi also available, but the official session is finished, and if there is any question, you can ask the speakers directly. Thank you. Shukran. Pleasure. It's my only Arabic word. Excuse me. Yeah, they can ask. Excuse me, Habibi. لو سمح إذا يبغون يسألون ممكن يسألونهم مباشرة. يبغون يسألونهم مباشرة ممكن. ممكن يسألون مباشرة. There's a hearing aid. Do you have some questions? Maybe if they. Okay. They should I put this through here? No, this will be between you and them. Not okay. They أحد يسأل. Yeah, they can ask. Okay. إيه ما في مشكلة تيجي. هلا الله يسلمك. الله يبارك فيك دكتور وجدي. ما شاء الله عليكم. علاج. لا هو كان مكتوبين ستين. إيه. ما أدري إيش. ما جو. جاء واحد اللي يسأل يسأل.